أعزائي المشاهدين، مشاهدي دريم، بعد ساعات وصول المستشار مرتضى منصور إلى بيته بنقول له كل سنة وأنت طيب والحمد لله على السلامة. وحشتنا والله، وحشتنا محمد، وحشني مشاهدين دريم، وحشتني الحرية. والحمد لله بحمد ربنا دخلت راجل وطلعت راجل وما اعتذرتش ومناخيري ما جاتش الأرض. وبقول لكل الناس الإعلاميين القنوات المحترمة، لا انا عايز اقول لك بس قبل ما تقول، احنا في رمضان لما كان في خروج لحضرتك كانت كل القنوات هنا. انا عارف طبعا في رمضان أنا عارف. طبعا انا خروج النهارده يعني كان مفاجاه للناس لكن مش مفاجاه بالنسبه لي على فكره. كنت عارف لم يجاملني احد الحمد لله، احسن حد يفتكرني حد جاملني ولا حاجه. انا خلصت قضيت المده كلها بالكامل. انا مرتضى منصور يا نوفل اللي استقلت من على منصه القضاء استقاله الاولى في العالم من قاضي من على المنصه احتجاجا على قضاه شتم والمحامين في فيلم الافوكاتو. مش انت اللي اتعلمني ازاي اتعامل على القضاء وخدت قضيه. انا لما بنتي جت تتجوز جالها المليونير وجالها الدكتور وقلت لها مش هتجوزها الا قاضي زي ابوك اتجوزت قاضي. انا اللي ولادي ابني واحد داخل شرطه ان شاء الله وحبيب العدل المحترم عارف انه يوم ما يتخرج باذن الله هدخله القضاء، واحمد ابني بيقدم وكيل نيابه. ازاي اشتم بيتي وجزء من دمي ازاي؟ اتكلم انا بس ربنا واشكر اعضاء النادي المحترمين واشكر الجماهير. بعد بتشكر ربنا اعتقد ان كنت في محنه. اشكر اسرتي. كنت في محنه. لا كنت انا مش في محنه او في ازمه او امتحان. انا من اول يوم اسمع بس امتحان. قال لهم يعتذر وانا اتنازل. قلت له ايه؟ قلت لا لا خلاص. انا معركتي بدات من النهارده، هم عارفين الكلام ده. مرتضى منصور هو رئيس نادي الزمالك القادم باذن الله. بس عايز اقول لك حاجه، السجن للرجاله. السجن على فكره ما بيوجعش. ما مش انا كنت في السجن. انت شايف اي تقصير؟ بالعكس لا بيت سبورت بالظبط ما شاء الله وصحتك حلوه. سمعت ان انا قعدت بس لحد قلت له النبي طلعني في العفو اللي كان بتاع رمضان. قلت له لا مش همضي خلصت مدتي. قلت له مش همضي. قلت له مش همضي عشان اطلع بالظبط كده. ليه؟ وطلعت مدتي. انا خلاص خلصت مدتي يعني انا عايز اقول في النهايه انا اللي قضيت راي ومع ذلك خدت 3 سنين. خلي بالك والقاضي اللي اداني سنه زي يوم لي سنه نقلوه. كلام لسه ده كلام بقى سياسه هنقوله مع السياسيين. لكن عايز اقول معامله محترمه مع كل الناس. انا شفت الناس كيف، وكان معايا محمود بدر الدين طبعا امين صندوق نادي الزمالك، ومعايا حسام ابو الفتوح. وبالمناسبه حسام كنا بنعمل دوره لعبت كوره في البنجو في تنس الطاوله. انا متعلم تنس الطاوله في هذا السجن من 20 سنه من 87 لما اعتقلت 87 في نفس المره دي بقى اتعلمت ايه؟ انا لا كنت بلعب بالتنس. فكنا بنعمل دورات بينج بونج. فحسام عنده سيرف بيعمله كده ما تصدش ما اعرفش. فقلت لهم شوفوا بقى احنا عايزين نعمل دوره وتستمر لمده شهر بس بشرط حسام ما يلعبش السيرف. قالوا زي قلت لهم انا العب 21 سيرف على طول. فغلبت عاطف حتى سلام حتى مساكش في اللعب. والله غلبت عاطف سلام اللي هم الاهلاويه. وكان في واحد اسمه الحاج فايز للتجار الكبار في اسكندريه، يبقى نسيب صبري بيه القاضي اللي هو كان محافظ كفر الشيخ، وثلاثة اهلاويه. فمحمود بدر الدين وماهر جندي قال لي ما تلعبهمش تاني خلاص عشان تبقى انت ماشي كسبانهم. وفعلا الناس هناك استفدت ايه؟ ما برضه عملها رجاله مش عايز تقول لي. ما هو استفدت لما كنت غلطت. هقول لك استفدت ايه؟ دي محنه. استفدت ان ربنا سبحانه وتعالى محنه اتعرضت لها. استفدت من ايه؟ استفدت ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيكون مقوي ايمانك ونعم بالله ولا شعر براسك بتتهز. والناحيه الايمانيه عندك زادت؟ ما هو انا بقول لك انا داخل ملتزم. عارف لو مش ملتزم كنت ممكن اقول لك انك بقى اتعلمت الصلاه والصبر، لكن انا داخل من اول ثانيه بضحك. بقول لك انت على درويش على اسماعيل على المندوه، انا في انتظار الانتخابات القادمه باذن الله ان شاء الله. ومرتضى منصور بامر الله واعضاء الجمعيه العموميه هو رئيس النادي القادم، هو اخر رئيس نادي شرعي وان شاء الله هيبقى الرئيس القادم باذن الله. مرتضى منصور هو مرتضى منصور. يمكن يا جماعة هذا التسجيل